رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا لقاء تنظيميا موسعا لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة بحضور عضو اللجنة العامة نائب رئيس الوزراء أكرم عطية ووزير الإدارة المحلية علي القيسي ووزير الصحة محمد بن حفيظ ووزير الأوقاف شرف القليصي وعبد الجليل ثابت رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الحديدة وحسن الهيج رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر محافظ محافظة الحديدة ووفاء دعيس عضو اللجنة العامة للمؤتمر ومحافظ محافظة ريما حسن العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين الأخ العزيز المناضل الصادق المثابر الصابر الأستاذ حسن أحمد الهيج محافظ محافظة الحديدة الذي نكن له كل الحب والاحترام. الأخ العزيز الشيخ الحاج عبد الجليل ثابت رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة الحديدة، رجل الخير، رجل الخير الذي يقدم الخير بعيدا عن شاشات التلفاز. اسمحوا لي الاخوه قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، مشايخ وشخصيات وقيادات وكوادر ادباء ومثقفين شباب ونساء، ان احييكم وان انقل اليكم في هذه المناسبه في هذا اللقاء الموسع التنظيمي تحيات من احب الحديده وحملني امانه نقل تحياته الحاره انه الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهوريه السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام. وقد كنت معه يوم امس وانا متوجه الى محافظه الحديده، وقد لمست منه مدى حبه لهذه المحافظة، حبه الحقيقي والصادق لأنها محافظة صادقة. فإنني أولا أتوجه بالشكر والتقدير لكم قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في محافظة الحديدة، كل من باسمه وصفته ومن خلالكم إلى كل أعضاء المؤتمر الشعبي العام في هذه المحافظة الأبية. الشكر لكم على ثباتكم، على صمودكم، على مواقفكم الوطنية المشرفة، ومن خلالكم إلى كل أبناء محافظة الحديدة الأبية الصامدة والصابرة والمثابرة. هذه المحافظة عروسة البحر الأحمر، محافظة العلم والعلماء، محافظة الاقتصاد، سلة اليمن الغذائية. هذه المحافظة الذي احتضنت ابناء اليمن قاطبه دون استثناء دون تمييز، لم تميز محافظه الحديده بين ابناء اليمن قاطبه، فهي تستحق الحب والتقدير، تستحق الاحترام. اليمن هو محافظه الحديده. اجدها مناسبه ايضا في هذا اللقاء الموسع ان ادعو ابناء محافظه الحديده إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي لمحافظة الحديدة، الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في محافظة الحديدة. محافظة الحديدة ينبغي أن يحافظ أبنائها على أمنها واستقرارها، أن نبعدها عن النزق، نبعد محافظة الحديدة عن التشرذم. محافظة الحديدة هي المحافظة المدنية، وأجدها مناسبة أيضا أن أدعو كل الجهات الرسمية إلى الوقوف إلى جانب أبناء محافظة الحديدة والحفاظ على سلمها وعلى وحدتها وعلى نسيجها الاجتماعي، والحفاظ على هذه المحافظة الأبية والوقوف إلى جانبها وتقديم لها كل التسهيلات، وعلى احترام مكانة أبناء محافظة الحديدة، مشايخ وشخصيات وكوادر وكفاءات ومقدرات. هذه المحافظة لا تستحق إلا أن نحني لها، إلا أن نرفع لها القبعات إجلالا واحتراما لمواقفهم الوطنية المشرفة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة.
باسم المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر الشعبي العام يقف إلى جانب الحديدة وأبنائها بكل ما أوتي من قوة، وندعو كل قيادات الدولة إلى العناية بمحافظة الحديدة في كل مجالاتها المختلفة دون استثناء. اليوم نحن في شهر مارس، وتطل علينا الذكرى الثانية للسادس والعشرين من مارس، اليوم المشؤوم، يوم العدوان على شعبنا اليمني الأبي، العدوان السعودي الهمجي القاشم على أرضنا والحصار الجائر على بلدنا. هذا اليوم الذي أؤكد هنا من الحديدة، ومثل ما أكدوا من سبقوني في الحديث، وطالما وأنا في محافظة السلام، محافظة الأمن والاستقرار، نؤكد أننا مع السلام، أننا مع السلام، ونمد أيدينا للسلام من هذه المحافظة، وندعو المملكة العربية السعودية بدلا من استيراد الألوية الباكستانية، وبدلا من استيراد السودانيين والبلاك ووتر، فالأجدر بهم أن يوقفوا حربهم الشنعاء على اليمن، يوقفوا طلعاتهم الجوية على اليمن، سنوقف صواريخنا على السعودية. بدل من البذخ على شراء القنابل العنقودية وشراء القنابل المحرمة وقتل الأطفال والنساء في هذا الشعب اليمني الأبي، الشعب الصامد والصابر، عليهم أن يحافظوا على ممتلكاتهم وإمكانياتهم ويوقفوا حرمهم الظالمة على اليمن. يصادف أيضا شهر مارس بعد أيام ما سمي ب18 من مارس، ما سموها بجمعة الكرامة، هذه الجمعة التي قتلوا فيها الشباب برصاصهم بالقدر والخيانة من الخلف ليصعدوا إلى سلم السلطة. هؤلاء من قتلوا الشباب في 18 من مارس، والتي أثبتت الأيام المحاكمات وأثبتت التحقيقات أن من كانوا في ساحة ما يسمى بساحة التغيير حينها من طالب التغيير، هم من قتلوا الشباب في ساحة الجامعة لإراقة الدماء ليقدموا استقالاتهم اليوم الثاني حفاظا على أرواح الأبناء. وقتلت الشباب في ساحة الجامعة، فلا قرابة على شعبنا اليمني من هؤلاء من قتلوا شبابهم، لا قرابة في أن يعملوا كل عمل رخيص في هذا الوطن، وأن يستدعوا الأجنبي، وأن يستدعوا العدوان على بلدهم، وأن يعملوا كل شيء مشين، ويستدعوا حتى الإرهاب فيها. لكن شتان بين الأمرين، شتان بين من قتلوا الشباب، وشتان من بين استدعوا العدوان، وبين من سلموا السلطة سلميا من أجل حق دماء اليمنيين، أنه الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام. هنا يأتي الفرق، هنا يأتي الفرق. وتسمونا عفاشيين، نعم عفاشيين، وسنظل عفاشيين طالما وعفاش. وبشهادتكم أنتم، طالما أنتم تقولوا للجميع كل من كان مع هذا الوطن هو عفاشي، فليفتخر أنه عفاشي. طالما وعفاش حافظ على هذا الوطن وأمنها واستقرارها ووحدتها، وحافظ على دمائها، ووقف شامخا كالطود اليوم ضد العدوان القاشم الهمجي على وطنه، فلنكن عفاشيين. في هذا اللقاء إن دل على شيء، وإنما يدل على أننا نحن في المؤتمر الشعبي العام بل وفي الوطن، علينا أن نقدر هذه المحافظة الأبية، محافظة الحديدة، مواقفها الوطنية تحتم علينا الوقوف إلى جانبها، مواقفها التنظيمية التي لا يمكن للمؤتمر الشعبي العام أن ينساها تحتم علينا الوقوف إلى جانبها وإلى جانب أبنائها بكل ما أوتينا من قوة. فأنني أجدها مناسبة متميزة أن أدعو كل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في محافظة الحديدة إلى رص الصفوف وإلى التلاحم وإلى العمل في أوساط الجماهير
والعمل في أوساط المجتمع وفتح أبوابنا لكل أبناء محافظة الحديدة. يجب على قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام أعلن أن نحن إلى جانب السلطة المحلية بقيادة الأستاذ القدير حسن أحمد هيج محافظ المحافظة. علينا جميعا أن نقف إلى جانب السلطات المحلية دون التدخل في شؤونها الداخلية. كما نتمنى من الحكومة سرعة إيجاد المعالجات اللازمة لمتطلبات محافظة الحديدة في مختلف المجالات. أشكركم على حضوركم، أشكركم على تفاعلكم، أشكركم على ثباتكم، أشكركم على صمودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى ذلك أكدت كلمات المشاركين من القيادات المؤتمرية على توحيد